نشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح لزميلنا محمد الدكروري. يا دكروري مساء الخير يا كابتن هشام، مساء الفل. قول لي اخبار مشاهدي قناه الاهلي. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا دكروري. قول لي اخبار التمرين ايه في اسوان؟ احنا والله يا كابتن هشام احنا كنا متواجدين في المطار النهارده في الساعه 4:30. ايوه فجرا، والفريق توجه في الطياره الساعه 9 الا ربع. وصلنا اسوان الساعه 7 وربع صباحا. كنا في الفندق على 7:30 بالكثير، التأمين كان على أعلى مستوى، اللعيبة أدت وقت خارج وقت الفطار الساعة 8، وبعد كده طلعوا كان في راحة لحد صلاة الجمعة، على فكرة صلاة الجمعة كانت الساعة 12، وبعد كده كان الغداء الساعة 1، ثم محاضرة فنية الساعة 3 وثلث، ثم توجه إلى التدريب كان الساعة 3. طبعا احنا يعني بنشيد يا كابتن اسلام بجمهور وشعب اسوان كله مضياف، واللي استقبله النهارده النادي الاهلي استقبال يعني استقبال اسطوري فعلا النهارده. التدريب النهارده كان خفيف شويه، ارضيه الملعب يعني هي مش على ما يرام قوي يعني، فطبعا مستر فايلر فضل ان التدريب يبقى خفيف مجرد صفقة عضلات وكده، وكانوا بيحاولوا يعني كابتن سيد كان واقف مع المسؤولين في الاستاد ازاي الارضيه ممكن تتظبط لحد بكره، وطبعا درجه الحراره فعلا عاليه جدا كابتن. طيب هل هناك اي حاجه حصلت لا قدر الله؟ الدنيا ماشيه كويس، الامور كويسه، طبعا معروف ان درجه الحراره عاليه. قول لي يا كابتن اسلام، واللي انت عارف احنا متواجدين في فندق الاقامه هنا، هو المكان حتى كان مثالي جدا كابتن سيد اختاره وكابتن سمير عدلي. هو الفندق هو يعتبر هو كبيره في الميه، فطبعا صعب الوصول للفندق، حاله تفتيش شديده، بس كان واضح جدا يعني استعاده على وجوه الجهاز الفني بالكامل، كانوا مبهورين باسوان وبالمناظر الخلابه اللي فيها، وخاصه مستر فايلر يعني حتى لما رجعنا من التدريب وكده كان حابب يقف يتفرج على اللي هو واقف في الفندق يتفرج على احنا بنبص على يعتبر في معبد جنبنا بنبص عليه يعني. بكره ان شاء الله اليوم هيبقى ماشي ازاي يا دكتور؟ ان شاء الله الفطار الساعه 9 الصبح تمام، وبعد كده هيبقى في غدا المفروض الساعه 12، ثم التوجه الى ملعب المباراه الساعه 1 1 وربع، في محاضره الساعه 1 والتوجه 1 وربع على طول لملعب المباراه. طيب خلينا نشوف بقى ايه اللي هيحصل في هذا الامور، وبكره ان شاء الله تبقى معانا على الهواء مباشره دكروري نعرف منك كل الامور. كابتن اسلام بس انا عايز اقول لحضرتك على معلومه، انت ليك شعبيه جامده جدا هنا في اسوان، مش بهرج والله، فعلا شعبيه جامده كلهم. ده انا اسوان دي حته مني يا دكروري. كل ما يقابل حد يقول لي طب احنا بالليل ممكن، طبعا بتصور الفريق واحنا ماشيين وكده ونزل صور معانا، هيطلع من عند كابتن اسلام، هيطلع عند كابتن اسلام، فانا قلت لناس كثيره موصياني طبعا مش هقدر يبقوا معانا الاسامي كلها، فقلت لازم اضلها في شعب اسوان. ده شرف لينا، ده كلهم فوق دماغنا، ده احسن ناس في الدنيا شعب اسوان دول. ربنا يخليك يا دكتور، متشكر جدا. طبعا كلهم اهلاويه، طبعا كلهم يعني معروف معروف اسوان كله اهلاويه. تمام ان شاء الله بكره تبقى احتفاليه جميله باسوان، واحنا كنا هنعمل تقرير دلوقتي ولكن هنخليه لبكره عشان كل اهل اسوان يشوفوه، كل اهل اسوان يتفرجوا عليه، حاجه جميله جدا عشان نقدر نكمله بهذا بالحاجات الحلوه اللي قدامنا والنيل الجميل اللي قدامنا وكل حاجه حلوه قدامنا. انا بشكرك جدا يا دكتور على وجودك معانا، شكرا جزيلا.